مكتوب على فوز المفتي بالمركز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، تحية بكم متجددة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في صباحية هذا اليوم ضمن انطلاقات مهرجان ضوء أم السيوف ورعية السيوف بالفعل الذي يقام لها مهرجان بقامة أيضا بمناسبة إنجازاتها. ينطلق لسن الحقائق في صباحية هذا اليوم، تتواصل الانطلاقات وشوطنا أيضا السادس عشر أو الثامن عشر في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص للجعدان. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي يأتينا على مقدمة هذا الشوط. هملول خلفان بالحمر بن حميد الدرعي هو اللي يحتل المقدمة والصدارة الأولى، بينما أرى الغدوم على ثاني المراكز والانطلاق في هذه اللحظات. الانطلاق من أيضا اللي يأتينا في هذه الانطلاق يتواجد هداف ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، بينما النقلة إلى المركز الثالث. الدخول بدأ في هذه اللحظة من مفجر محمد بن علي بن حليس العفاري الذي يأتي وينطلق في المركز الثالث، بينما يعود إلى المركز الرابع. المركز الرابع يعود في هذه الانطلاقة غازي محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الخامس هناك مرضي حمود بن سلطان بن محمد الهاشمي. هكذا نتيجتنا وندائنا الأول للخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي الجميل. أعود إلى المقدمة، أعود إلى مرضي من غير المسار وتصدر المركز الأول حمود بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي القادم من السلطنة هنا مع المركز الأول، بينما المركز الثاني اللي يعود في هذه الانطلاقة الله غازي، هنا غازي من أجل الفوز والانتصار في هذه اللحظة اللي تعود ملكيته لمحمد بن جعفر بن مرخان، بينما يعود إلى المركز الثالث ليتابع القدوم من مفجر محمد بن علي بن حليس العفاري، بينما أعود إلى المركز الرابع أتابع القدوم على رابع المراكز في هذه الانطلاقة الجميلة. الله شعار بن غدير هنا اللي ياتينا على المركز الرابع في هذه الانطلاقة، يحمل رقم 56 مكرم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. لكن نعود الى المعركة، نعود الى الصدارة الاولى مع 800 متر الاخيرة. الله 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 الله، ها هو مرضي 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 ينطلق على الصدارة، ينطلق على المركز الأول مع البداية الأولى. يتواجد حمود بن سلطان بن محمد الهاشمي على الصدارة والأمتار النهائية، الأمتار الأخيرة، بينما المركز الثاني اللي يأتي في متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة يتواجد غازي محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، بينما مفجر يتحرك على المركز الثالث محمد بن علي بن حليس العفاري. لكن اعود الى الصدارة، ما شاء الله وتبارك الله، ها هو مرضي تشاهدونه عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لاحداث هذا المهرجان. ها هو مفجر على الصدارة او مرضي على الصدارة على المركز الاول حمود بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي، ينتزع ناموسي هذا الشوط، ايضا يصل الى خط النهاية. ها هو تشاهدونه على المركز الاول، تهانينا والناموس الى حمود بن سلطان بن محمد الهاشمي على فوز مرضي ولحظة وصول الى خط النهاية، اعلن بناموس هذا الشوط وبفوزه بالفعل، بينما المركز الثاني مفجر محمد بن علي بن حليس العفاري، والمركز الثالث اللي احتله متابعينا الكرام اللي هو غازي لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، والمركز الرابع أتى في متابعينا الكرام مكرم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، والمركز الخامس أتى في غياث لمحمد بن هلال بن طناف الراشدي. هكذا متابعينا الكرام عشاق الأصالة محبي هذا العالم الساحر
أينما تتابعونا نعود مع التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام مرضي قطع مسافة 3 كيلومترات في زمن غدرة 4 دقائق 25 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مرضي أحمود بن سلطان بن محمد الهاشمي، بينما اللي حل ثانيا وأفضل توقيت متابعين الكرام الذي تدون تحت أقدام مرضي المركز الثاني اللي أتانا متابعين الكرام اللي أتى انفجر قاطع مسافة 3 كيلومترات في زمن غدر 4 دقائق 4 دقائق و31 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. فتهانينا لمحمد بن علي بن حليس العفاري، بينما المركز الثالث اللي احتل متابعين الكرام المركز الثالث اللي احتل اللي هو غازي 4 دقائق توقيت الزمني 31 ثانية و3 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس يلا سيف بن جعفر بن مرخان أو محمد بن جعفر بن مرخان. تهانينا